السلام عليكم. ذاكرنا واجتهدنا وخلصنا امتحانات الحمد لله، وزي ما احنا متعودين كل سنة بنعمل لستة طويلة بالحاجات اللي المفروض هنعملها، وكالعادة طبعا بتخلص الاجازة من غير ما نعمل اي حاجة من اللي كنا ناويين نعملها. ده ان افتكرنا اساسا احنا كنا ناويين نعمل ايه. ومعانا النهاردة حيوان فريد من نوعه حبتين، حيوان الكسلان. مش بس ده اسمه، لا ده اسمه وصفة في نفس الوقت. معنى ايه الكلام ده بقى؟ وهو ده اللي احنا نعرفه في الفيديو ده. يلا بينا عزيزي المستمع، بسم الله فلننطلق. حيوان الكسلان او الرطراد فريد من نوعه، مفيش منه اتنين. رايق كده في نفسه ومزاجه عالي قوي، بيكسل حتى انه يدور على شريكة حياته، ما بيحبش وجع الدماغ ولا انه يبذل مجهود خالص، وعنده عادات غريبة جدا في التزاوج. بيستنى لحد ما الانثى تنضج وتكون على وش جواز. بس على مين؟ ده تقيل قوي، ما بيروحش يرمي نفسه على اي واحدة كده والسلام. ده بيستنى لحد ما تكون زهقت من انها عايشة لوحدها وترقع بالصوت. ايوه زي ما بقولك كده، ما تستغربش ده اللي بيحصل فعلا، علشان تلفت انتباه الذكور اللي حواليها في المنطقة. يجي بقى كذا واحد من الذكور اللي موجودين ويعملوا خناقة كبيرة قدام العروسة، وبعد الخسائر والاضرار اللي بتحصل طبعا بيفوز ذكر واحد بيها ويتجوزوا عادي يعني. هو بتندم طول عمرها على الجريمة اللي عملتها، بس الاوان بيكون فات خلاص، ما عادش وقت للندم، خلصت الحكاية. ليه احنا قلنا على اللي عملته ده جريمة؟ عزيزي المستمع الموضوع سهل وبسيط، ابسطها لك ما تقلقش. البيه الاستاذ بيكون نايم 20 ساعة في اليوم، وبيصحى الساعتين اللي بيصحاهم مش شايف قدامه، عاوز ياكل لقمة ويرجع يريح جسمه وينام تاني، اصل حضرته بيتعب من كتر النوم. لما سيادته يجيله مزاجه ويصحى من النوم بيكسل انه يمشي اكتر من 40 متر، تلاقيه متشعلق على شجرة ومش شاغل دماغه بالدنيا اللي حواليه، ياكل ورق الشجر ودنيته تمام وزي الفل. ولو شاف اي حشرة معدية من جنبه كده ولا حاجة ممكن ياكلها عادي، ما عندوش اي مشكلة، على حسب مزاجه وقتها يعني، هي هتستحق المجهود اللي هيبذله علشانها ولا ايه. وبيساعده على كده انه معدل حرق الاكل عنده بيكون قليل، ما بيحتاجش انه ياكل كتير، بياكل اللي يخليه يعيش وخلاص. وبنشوفه على طول متشعلق على الشجر وهو صاحي وهو نايم، ما بتفرش معاه عادي. هنا في حتة اكيد هتسألنا عليها، عرفنا انه بيفضل متشعلق طول اليوم على الشجر وراسه ممكن تكون ناحية الارض، يا ترى هو بيعيش حياته كده ازاي؟ عزيزي المستمع هبسطها لك ما تقلقش. تكوينته اللي ربنا خلقه بيها بنلاقي اعضاءه الداخلية ما بتكونش لازقة في القفص الصدري زينا، بتسمح لي انه يفضل متشعلق كده طول اليوم من غير ما اي حاجة عنده يحصل ليها ضرر، او ان دورته الدموية تتأثر بالشعلقة بتاعته دي اغلبية اليوم. اسألك انا سؤال، زي ما قلنا ان اغلبية اليوم نايم كسلان وما بيعملش حاجة، تخيل كده معايا هو ممكن يعيش فين؟ عزيزي المستمع مش محتاجة كلام طبعا يعني، اكيد في بيئة رايقة زيه كده مفيش فيها مخاطر ولا اي وجع دماغ. احب اقولك الكلام ده مش مظبوط، هتتفاجئ لما تعرف ان الحيوان الرايق اللي انت شايفه قدامك دلوقتي بيعيش في الغابات المطيرة الاستوائية اللي الخطر حرفيا بيكون حواليه من كل ناحية، وتلاقيه نام وعنده راحة نفسية وسلام داخلي مفيش بعد كده اي كلام. ثانية واحدة بس كده معايا، مش معنى كده انه جبان وبيخاف يعني، هو كسول بس نينجا في نفسه، انما ايه ما اقولكش. لما يجيله مزاجه كده انه ينزل يتمشى حبة على الارض تحسه بيمشي بالسرعة البطيئة سلو موشن، فلو اي حيوان بيدور على اكل ليه ولا حاجة مش هيلمحه، لانه بيعتبر ما بيمشيش اساسا، ده بيصحى في حضرته. ولو في اي حيوان لمحه كده وجاي ناحيته خلاص على وشك انه يتاكل ما بيسكتش ولا بيستسلم، ما عندوش يوم مرحميني، بيدافع عن نفسه بمخالبه الحادة بكل شراسة، زي ما قلنا كزول بس انما ايه نينجا في نفسه، بيغطي شعر انما ريحته ايه، ما تستحملش انك تقرب منه اساسا، ده بيعيش في كل الحشرات اللي ممكن تيجي في دماغك. ما هو مفيش بيئة مناسبة احسن من كده تعيش فيها، الجو جميل والدنيا حلوة، تتجوز وتتكسر براحتها عادي. اكيد طبعا جه في دماغك حد قريب منك دلوقتي، في مواصفات مشتركة الى حد ما مع الحيوان النشيط اللي كان معانا النهاردة، اكيد طبعا مش هتفضحه وتقول عليه في الملأ كده، خلي الطبق مستور كلنا عارفين اللي فيها، كفاية انك تبعت له الفيديو وتفرج عليه واكيد هيفهم لوحده ما تقلقش. وما تنساش عزيزي المستمع تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليوصلك كل جديد، وتعمل اللايك الجميل وتكتب الكومنت اللذيذ. أنا محمد أسامة، أتمنى أشوفكم على خير في نواة جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.